الدائري، وامبارح عملت مقابلة مع الغطاس الدولي خالد المرعبي حول تأسيسه من 5 أشهر لفريق الغطس اللبناني البيئة العلمي. خالد سبق وعملنا معه عدد مقابلات بنهر الشباب لأنه شغل كثير مشان يحسن أوضاع جزر النخيل بطرابلس. كثير تعامل مع غطاسين دوليين مثله مشان يلاقوا مختلف الطرق لتحسين وضع البحر وشو في تحت المياه من ثروات بيئية بحرية بلبنان. خالد من 3 سنين بلش لحاله، أول شيء كان يدرس الجزر، يروح من محل لمحل يلاقي أفضل طريقة مشان يعني نقدر نستعملها بطريقة إيجابية بدل ما إحنا هاملينها للجزر بطرابلس. وشوي شوي صار ينضموا له غطاسين مثله، عندهم شغف البحر، شغف شو في تحت البحر. ومن 5 أشهر تأسس الفريق اللبناني للغطس، وقرروا كمان هال5 غطاسين انه اضافة للفريق يلي هن شوي شوي رح يكبروه، رح يصير في مجال انه ينتسب غيرهم له، انه يكون عندهم يأسسوا جمعية بيئية علمية. هلا عم بيطوروا الانشاء، يعني بهالكم شهر بيصيروا عندهم العلم والخبر، مشان كمان شباب الجامعات وطلاب المدارس يعرفوا قديش مهم البحر، مش بس نروح نسبح فيه، اكيد نسبح فيه ونتسلى، بس كمان نحافظ على ثروته واهميته، نعرف اهميته. وقال لي خالد انه هن بيروحوا كثير محاضرات على الجامعات والمدارس مشان يشجعوا الشباب من هن وصغار انه ياخذوها عاده، يحطوا ماسك على وجههم وينزلوا يكتشفوا البحر، لانه هو بنظره من وراء الصور اللي انا ما بعرف غطس، بس من وراء الصور اللي هو فرجاني اياهم قديش الانسان بيتخلطى ذاته وقت بينزل على البحر، قديش بيصير ما له عين يخرب البيئه، وقت يشوف قديش نحن بلبنان عن جد عندنا روائع بيئية وعندنا حيوانات لا تعد ولا تحصى. عندهم كثير أهداف، بس كلها أهداف رح تكون ممتعة ورح تخلي الإنسان يحب البحر من دون ما يكونوا عم يوعظون، يعني حيفرجون جمال البحر وحيدعون للمشاركة بطريقة أو أخرى لحتى نصير كلنا نحافظ على الثروة البيئية. فخالد المرعبي وفريق الغطس اللبناني بالصفحة الأخيرة بعد كم يوم.